فقرتنا الحوارية الأولى والأخيرة هنتكلم فيها في موضوعات مهمة مع الناقد الرياضي طبعا عمر البنوبي. هنشوف يعني آخر الكواليس على الساحة الرياضية، زي حصاد. احنا النهاردة خلاص يعني ساعات قليلة جدا بتفصلنا عن العام الجديد. حصاد المحترفين ايه في عام 2020؟ برحب بيك يا عمر. أهلا بيك يا سام. أهلا بيك. أهلا بيك عمر، منورنا وبرحب بيك دايما في يعني فقرة يوم الثلاثاء المميزة. لكن خلينا النهاردة بصراحة يعني بطولة جديدة أضيفت لدولاب بطولات النادي الأهلي، والحدث خدنا بشكل كبير جدا طبعا فوز رجال السلة بدور المرتبط، ودوت إنجاز كبير جدا على المستوى السلة. لكن كمان في إنجازات 2020 زي ما قالت سام، يمكن خلاص بيلفظ أنفاسه الأخيرة، لكن كان موسم صعب جدا جدا على النادي الأهلي، كان موسم استثنائي. بالرغم عن كده النادي الأهلي بيحقق نجاحات ولا أروع، نجاحات على مستوى الدوري، على مستوى البطولة الأفريقية، على مستوى الكاس، الوصول لكاس العالم، إنجازات كبيرة جدا حققها النادي الأهلي. ومش كلامي أنا، ده كلام كمان الفيفا. الفيفا نفسه يمكن طلع تقرير عن إنجازات النادي الأهلي خلال العام الصعب 2020. هنشوف التقرير ده عمر ونرجع نكمل معاك. يبدو أن أصداء الثلاثية التاريخية للنادي الأهلي في 2020 لم تنتهي بعد. فاليوم نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تقريرا مطولا عبر موقعه الرسمي يحتفي فيه بإنجازات العام الاستثنائي للقلعة الحمراء. وقال فيفا في تقريره: الأهلي المصري هو المحظوظ هذا العام برفع الكأس التاسعة في مشواره. سرد الفيفا قصة تتويج الأهلي بالتاسعة منذ بدايتها، مرورا بتوقف المسابقات الإفريقية لظروف جائحة كورونا وعودتها في ظروف صعبة أيضا، حين استطاع الأهلي أن يقهر سيطرة فرق المغرب العربي الشقيقة بإقصاء الوداد بطل المغرب، انتهاء بالحصول على الأميرة الإفريقية في مباراة قوية بنهائي دور الأبطال على حساب الزمالك الوصيف. تقرير الفيفا أبرز معادلة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لرقم الأسطورة الراحل الجنرال محمود الجهري بالتتويج بدور أبطال إفريقيا مع فريقين مختلفين، حيث حققه موسيماني مع ماميلودي سانداونز الجنوب إفريقي ومع الأهلي على حساب الزمالك، فيما سبقه الجهري بتحقيق اللقب مرتين، الأولى مع الأهلي والثانية مع الزمالك. نال محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي نصيب الأسد من إشادات الفيفا بعدما كانت لحظة تسلم كأس دوري أبطال إفريقيا وإهدائه إلى الأيقونة مؤمن زكريا اللقطة الإنسانية التي أشاد بها الاتحاد الدولي في تقريره، علاوة على الإشادة الفنية بتألقه في الذود عن مرمى النادي الأهلي ومشاركته في صناعة الأهداف بشكل لا يصدق. اختتم الفيفا تقريره بالإشادة بمحمد مجدي أفشة وهدفه في المباراة النهائية الذي أعاد الأميرة الإفريقية إلى أحضان قلعة الجزيرة لتكون القاضية ممكن أسعد اللحظات الحمراء في العام 2020. الحقيقة أنه الأهلي في سنة 2020 بيحقق إنجازات مهمة جدا، ويكفي يعني يمكن دوري أبطال أفريقيا اللي تحدث عنه الفيفا النهاردة في تقريره اليوم. إنجازات مش إحنا بس اللي بنتكلم عنها، النهاردة في إشادة ببيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، كذلك محمد الشناوي. عايزك تلخص لي اللي جه النهاردة في تقرير الفيفا عمر، وتقول لي إيه اللي لفت نظرك فيه، وأنا عارفة أن أنت يعني ترجمته كويس قوي وليك بعض يعني مداخلات عليه. يعني انا شايف انه فكره ان الاتحاد الدولي لكره القدم يبتدي يشيد بالنادي الاهلي ويتكلم عن حصاد سنه 2020 وان هي كانت سنه مش سهله، هو ده الجزء اللي لازم نركز عليه. انه حتى هو اتكلم في التقرير كمان عن انه بطوله افريقيا دي الاهلي اخذها باربع مدربين، بدات مع لاسارتي في دور التمهيدي، ثم كابتن محمد يوسف، ثم ريني فايلر، ثم انتهاء بموسيماني. انه موسم ما كانش سهل، كان استثنائي، كانت يعني سنه ما اعتقدش ان هي هتتكرر تاني في تاريخ الكره. كابتن هاني كان بالمناسبه طبعا. يعني بالظروف عمرنا ما فكرنا ان هي ممكن تعدي علينا يعني صحيح. واعتقد كمان انه فكره ان انت عندك بتاخد دوري ابطال افريقيا للمره التاسعه، بتصعد كاس العالم للانديه، تنافس على السوبر الافريقي، عندك كمان مدرب
مدرب جبته تجربة مختلفة تماما، جديدة على الكرة المصرية وجديدة على شمال أفريقيا كمان، وكمان بيعادل رقم لأسطورة التدريب زي كابتن محمود الجوهري الله يرحمه. برضو أوسكار فيلوني بالمناسبة المدرب الأرجنتيني أخذ البطولة مرتين مع فريقين مختلفين. أعتقد كل دي مكاسب للأهلي في 2020. يكفي أنه يعني الأهلي وصل تاني للمنصات العالمية مرة تانية، يعني مش بس كاس العالم للأندية، شفنا كمان بعد كده في جائزة جلوب سوكر، شفنا حاجات في سنة 2020 أعتقد كانت جيدة جدا للأهلي في الكورة. صحيح، ويمكن أنا يعني أيدك تماما أن يعني كل دوت أعتقد التسعة الأفريقية أو الأميلة الأفريقية هي كان ليها السبب في فتح باب بطولات كتيرة جدا للنادي الأهلي، منها طبعا كمان الحصول على كاس مصر نتيجة الثقة الكبيرة وإمكانيات النادي الأهلي، وصلنا لكاس العالم للأندية، وصلنا للسوبر الأفريقي إن شاء الله. فكل دي إنجازات يعني رغم الظروف الصعبة، لكن أواخر 2020. وكمان مش هنسى عشان كلنا طبعا فرحه السله خدتنا، لكن انا في اعتقادي كمان امبارح كان في مباراه رائعه للنادي الاهلي امام الاتحاد السكندري، والفوز 4-0 وفي اعتقادي الشخصي من افضل المباريات على المستوى التكتيكي اللي قام بيها موسيماني خلال الفتره اللي فاتت. ده بالتاكيد يا كابتن هاني. اعتقد كمان انه مباراه قدام فريق الاتحاد السكندري، فريق مش قليل، فريق بتاريخ كبير، وكمان فريق جيد في الوقت الحالي. يعني الحاج محمد مصلحي قدر انه يكون فريق كويس، فتح باب التعاقدات، جاب لعيبه كويسه، جاب كابتن حسام حسن مدير فني. اعتقد كمان انه مباريات النادي الاهلي قدام كابتن حسام حسن مش دايما مباريات سهله، بالعكس هو بيحاول يجتهد على قد ما يقدر انه يقدم افضل ما عنده، انه بيبقى شاحن لعيبته بشكل كبير قوي. هو يمكن ما حسبهاش صح فنيا في المباراه دي، لو اتكلمنا بتجرد شويه مش على النادي الاهلي بس، على الاتحاد كمان، هو ما قدرش حتى يواجه النادي الاهلي ناخد منه نقطه، لا هو كان طمعان قوي فتعاقب عقاب شديد قوي، النتيجه كانت ممكن تتضاعف، جت كبيره بالظبط، نتيجه كبيره قوي. وفي نفس الوقت كمان اعتقد انه فكره مين بيسجل الاهداف للنادي الاهلي في المباراه، انت بتلاقي كل الخطوط بتسجل تقريبا، بتشوف لعيب زي اكرم توفيق باداء قوي جدا وبيسجل هدف وبيقدم مباراه كبيره، وكهربا وشريف محمد شريف انا شايفه من زمان من افضل اللعيبه اللي موجوده في مصر، وجوده في النادي الاهلي هيدي له كمان قيمه اكبر، لانه هياخد خبرات اكتر، هيتحط تحت ضغوط في النادي الاهلي مش هيشوفها في اي نادي تاني، هتبتدي تثقل موهبته او تثقل موهبته قوي علشان يقدم افضل ما عنده كمان. وبقى خلاص دخل منتخب مصر وسجل كمان اول هدف دولي الفتره اللي فاتت، فاعتقد انه محمد شريف من المكاسب اللي مستمره مع النادي الاهلي. هو القادم هو القادم. عايز اتكلم عن حصاد 2020 وابدا من الاخر، الجائزه اللي حصل عليها طبعا كابتن محمود الخطيب ممثلا عن النادي الاهلي الاكثر تتويجا بالبطولات في افريقيا وفي الشرق الاوسط. شفت الجائزه زي دي مهمه ازاي في تاريخ النادي الاهلي ومشواره الى الان؟ هو بالتاكيد يعني محفل دولي، وكمان انه يكون موجود كابتن محمود الخطيب وسط اساطير من اساطير الكره العالميه وبيمثل النادي الاهلي وهو رئيس مجلس اداره النادي الاهلي في هذه الاحتفاليه، انه النادي الاهلي ياخد جائزه زي دي بتاكد مكانته العالميه. هو الاهلي متعود على الجوائز العالميه، احنا شفنا الاهلي نادي القرن في افريقيا، شفنا بعد كده الاهلي بياخد برونزيه كاس العالم للانديه في 2006، بنشوف النادي الاهلي دايما اكثر تتويجا على مستوى العالم في اعتقد سنه 2014 و15 و16 لحد ما ابتدى ريال مدريد يحصد بطولات برضو قاريه اكتر، فاعتقد ان الاهلي متعود على العالميه. يمكن شويه غابت البطولات الافريقيه في السنين اللي فاتت، لكن سنه 2020 جت وجابت معاها الجوائز العالميه تاني، وبعد كده كمان هيكون في اعتقد يعني جوائز اكتر، وهيكون في اكتر من كده الفتره اللي جايه. هي فتح الزام بيقولوا كده ان شاء الله اللي جاي يعني هيكون أبجل. كمان افضل، لان عندنا سوبر افريقي وان شاء الله السوبر المصري. وكمان لو اتكلمنا على الجانب العالمي، عايز انقلك شويه عمر على محترفينا في حصاد 2020، واكيد لو جبنا سيره محترفين يبقى التوب بتاعنا والعالمي محمد صلاح. شايف 2020 بالنسبه له ايه، وكمان يعني نهايتها مع طبعا بعض التصريحات في اس الاسبانيه، تشوف 2020 ازاي لمحمد صلاح؟ انا اعتقد ان 2020 سنه جيده لمحمد صلاح برضو، يمكن هو من اكثر المستفيدين من 2020، موجود لحد دلوقتي بينافس على افضل لاعب على مستوى العالم. المره دي ما كانتش زي اول مره اللي كان فيها بين افضل ثلاث لاعبين على مستوى العالم بالظبط، لكن في النهايه هو موجود وبينافس، وهو النهارده شايفينه بينافس على هداف الدوري الانجليزي، متصدر ترتيب الهدافين. اعتقد كمان انه اخذ الدوري الانجليزي، ده كان البطوله اللي كانت ناقصه محمد صلاح، واخذ كل البطولات، كان بيرو لقب دوري الانجليزي الممتاز وقدر انه يحققه في 2020. اعتقد انه لما جت النهايه بقى ابتدى شويه، انا ببقى فرحان كمان بالجدل اللي حوالين مستقبل محمد صلاح.
هو الجدل ده هو اللي خلقه عمدا ولا هو اللي خلقه عمدا؟ ولما هو خلقه عمدا لازم تبص لها كابتن هاني ان انت وصل عندك لعيب من الاحترافيه كمان ان هو يقدر يدير ازمه، مش هقول هي مش أزمة، لكن يقدر يدير موقف يقدر يدير موقف بشكل فيه نوع من أنواع الذكاء والاحترافية، وبيتحط في مصاف اللعيبة اللي هم التوب ليفل أو السبيشال ليفل كمان في الكورة على مستوى العالم. هو ممكن يقول كلمة يخلي الناس كلها عمالة تدور وبتلف وبتصرح، وشفنا يورجن كلوب 3 مرات بيتكلم عن نفس الموقف. صحيح. فأعتقد أنه أنا شايفها إيجابية شوية، وشايف أنه ممكن تكون يعني بيفتح باب لخطوة جديدة أو لتعديل وضع هو شايفه في تعديل ليفربول. تعديل عقد بمبلغ أكبر. بالظبط، عقد مبلغ أكبر لوضع أفضل جوه الفريق، أنه يكون كابتن الفريق، لأنه اعترض على فكرة أنه ما ياخدش شارت الكابتن. وبالمناسبة في أوروبا أو وفي العالم كله، موضوع شارت الكابتن ده له سيستم، يا إما بالأدمية يا إما بالانتخاب ما بين اللعيبة يا إما باختيار مدير فني. بس أنت بتميل لإيه أكتر؟ أنه فعلا الجدل ده حاصل عشان وجهته قد تتغير، ولا علشان يتعدل بقى التعاقد معاه؟ يعني أجره يعلى يبقى أسبوعي لا شهر، يعني شايف بتميل لإيه أكتر؟ أي نادي في العالم يتمنى محمد صلاح، خصوصا من الأندية الكبيرة في الوقت الحالي. لكن أنا شايف أنه على الأوضاع الاقتصادية اللي رصدها للكورة بعد فترة الكورونا، بالذات في الموسم اللي احنا فيه ده، الاقتصادات كرة القدم مضغوطة شوية زيادة، وما اعتقدش ان في نادي في اوروبا كلها يقدر على تمن محمد صلاح. ولا ريال مدريد؟ ولا ريال مدريد، لانه برضو حتى اوضاع ريال مدريد مش افضل حاجة، لكن اكيد افضل من برشلونة ده بالتأكيد. لكن اللي اقصده انا شايف انه الموضوع مش هيبقى سهل على اي نادي في العالم انه يعمل ترانسفير لمحمد صلاح، الا اذا تنازل عن لعيبة كتير وقدر يوفر مبلغ علشان يقدر يدي لليفربول وكمان يوفر راتب محمد صلاح. لكن انا شايف انه محمد صلاح ممكن عاوز يعدل عقده في ليفربول، ما اعتقدش انه هياخد خطوه بسهوله. ليفربول نفسه مش هيستغنى عن محمد صلاح بسهوله، لكن هو بيعمل الوضع ده دلوقتي علشان لما يجي يتفاوض على عقده الجديد يكون بيتكلم من مركز قوه شويه اكتر من انه يبقى ساكت طول الوقت. وخاصه كمان اي كلامك ان اعتقد خلاص صلاح اعتقد 28 سنه داخل في 29، فاعتقد العقد اللي جاي هو عقد اللي عايز كمان يبقى فيه اكبر جزء من الفلوس، يعني اكبر جزء على المستوى، بنتكلم على المستوى المادي والمستوى الفني. هو ما بيختارش نادي، ويمكن كل يعني كل الناس بتفكر في ريال مدريد، لكن ده البروفيشنال اللي هو بيفكر بشكل اكتر من رائع، ان نروح من صلاح للنني وحصاد 2020، وبعد تجربه في تركيا انني بيعود بشكل قوي جدا وحصوله مثلا على الكاس اول ما وصل للسوبر، والخطوات اللي بعد كده على مستوى الدوري. شايف انني ازاي في 2020؟ بالعكس، شايف انني محظوظ قوي في 2020، يعني قدر يستعيد مستواه ويتطور كمان مع بشكتاش التركي. بعد كده رجع ارسنال، الناس كلها قالت انه مش هيكمل في ارسنال، لكن هو الحقيقه كان عنده اصرار، قدم مستوى كويس جدا، اخذ الدرع الخيريه في اول مباراه. صحيح. على حساب ليفربول. الاهم من ده انه لما توماس بارتي تم التعاقد معاه كانت الناس بتقول انه كده خلاص انني مش هيبقى له مكان في ارسنال. اعتقد انه هو لا، قدم حاجه كويسه، قدر انه ينال ثقه ارتيتا، بقى عنصر اساسي في الوقت الحالي بنشوفه لحد النهارده. ساعده كتير ارتيتا اساسي. بالظبط، دايما يعني عشان لعبوا مع بعض يعني. بالظبط، والمدرب اللي بيبقى عنده ايمان بقدراتك بتفرق معاك قوي. يعني لما كان موجود ارسن فينجر هو اللي مختاره وهو اللي كان بيعتمد عليه، لما جه بعد كده مدرب مختلف وناي امري قال لا انا مش عايزه، وبشوف له وبفضل ان هو يشوف فرقه ثانيه. لكن فكره الاعاره كانت حاجه جيده جدا. اتمنى انني لو حتى بعد كده افكر ان الاعاره تكون في الدوري الانجليزي، ما تبقاش دوري اقل مستوى من الدوري الانجليزي. طيب، برضو مش بس انني وصلاح اللي تالقوا في العام الماضي، كمان او في يعني العام اللي بنشرف على انتهائه، يعني كمان تريزيجيه الحقيقة كان وضعه برضو لافت للنظر شوية. تقيمت الفترة دي أو الموسم اللي فات إزاي، ومتوقع له إيه في 2021؟ أتوقع لتريزيجيه إنه بس ربنا يشفيه ويعدي الإصابة البسيطة اللي عنده دي ويرجع تاني يلعب أساسي. تريزيجيه ممكن ياخد خطوة أكبر من أستون فيلا، ولو إن أستون فيلا ماشيين كويس قوي السنة دي في الدوري، يعني لو خلص معاهم السنة دي والموسم ده في مركز كويس هو ممكن كمان. مفاجأة بالنسبة لك لغاية دلوقتي؟ مفاجأة طبعا، لأنه أنا شفت إنه المستوى الفني في آخر مباريات كان جيد في السنة اللي فاتت، لكن ما تخيلتش إن البداية تبقى قوية قوي بالشكل اللي إحنا فيه دلوقتي. يمكن كان الدوري الإنجليزي السنة دي قوي قوي وفي مدربين عندهم خبرات موجودين كتير، اذا كان مارسيلو بيلسا، روي هودجسون، سام الاردايس دلوقتي في ويست بروم، الموضوع ما بقاش سهل. فاستون فيلا لا ماشي كويس قوي، تريزيجيه ماشي كويس،
واعتقد انه كمان ممكن السنه اللي جايه او الموسم اللي جاي كمان نشوفه في مكان او في نادي افضل من استون فيلا على المستوى الفني. طيب مش هنسيب البريمير ليج وواحد يمكن ما بيشاركش كتير احمد محمدي. احمد محمدي من اكتر الناس دلوقتي الموجوده، لو يعني لو شفنا الاولادنا اللي موجودين في البريمير ليج، احمد محمدي بقاله اكتر من 12 سنه دلوقتي اعتقد 12 سنه تقريبا 12 سنه تقريبا. ورؤيتك ايه لفتراته في 2020؟ والله انا شايف انه محمدي من اكثر اللاعبين المصريين احترافيه وقدره على فهم الدوري الانجليزي والتعامل مع الدوري الانجليزي. لما كنت موجود في نادي هال سيتي هو كان موجود، هو كان كابتن فرقه، وكان يعني حاجه مشرفة جدا. المحمدي شعبيته على فكرة حتى عند جمهور الأندية التانية في كل حتة كويسة، وهو يعني أعتقد أنه ممكن نصنفه لعيب إنجليزي مش لعيب مصري كمان. أتمنى أنه هو يكون بقى في السنة اللي جاية، أعتقد أن المحمدي خلاص قرب على أنه ينهي الكارير بتاعه، لكن أتمنى أنه يفكر في المستقبل أنه يكمل الكارير بتاعه كتدريب في إنجلترا، ما يرجعش مصر، وأعتقد أنه هو ده اللي بيفكر فيه محمدي. طب أحمد حجازي من البريمير ليج للسعودية، برضو قيمت يعني شايف وضع أحمد حجازي إيه؟ أنا اللي يهمني أحمد حجازي إنه يكون في المنتخب. وبالعكس هو أحمد حجازي برضو نقدر نقول إنه كان موفق قوي حتى في إنه يسيب ويست بروم ويروح الدوري السعودي. يعني كانت خطوة جيدة؟ كنا بنتكلم، أنا كنت بتكلم معاك وهو كان على اعتقادنا، كان على الاعتقاد الرئيس النادي كان عايز يمشيه، لكن الإدارة الفنية كانت يعني متمسكة بيه. لكن وصوله ل طبعا الاتحاد السعودي وعامل مباريات اكتر من رائعه، لكن ما خسرش لغايه دلوقتي ولا ماتش فعلا، ودايما طالع تقريبا في بقى له اربع خمس اسابيع بيطلع في التوب 11 مع الاحسن 11 لعيب في الدوري السعودي. شايف رؤيتك لرجوع تاني البريمير ليج ولا هتبقى الدنيا بالنسبه له مختلفه؟ احمد حجازي عملها قبل كده ورجع من بيروجيا ومن فيرنتينا على مصر ثم راح على البريمير ليج. اعتقد انه حجازي عنده الاراده وهو لعيب كبير مش محتاج يتقيم، مش هنعيد تقييمه أكيد. دلوقتي لكن انا اللي اقصده انه كان محظوظ لان ويست بروم مستوى فني اسوا ما يمكن في الوقت الحالي، حتى بعد التعاقد مع سام الاردايس برده يعني ما اعتقدش الامور هتتغير قوي، لان الفريق نفسه محتاج تعديلات كتير في فتره الانتقالات اللي جايه. رغم التعادل مع ليفربول، رغم التعادل مع ليفربول لكن اتغلب خمسه من ليدز على طول، يعني ما لحقش يتهنى يعني. فاعتقد انه حجازي لا، انه يكون موجود في فريق هو ظاهر فيه وموجود مع منتخب مصر اساسي هو ده الاهم، يقدر يرجع اوروبا في اي وقت مرتاح، لانه حجازي عامل كارير كويس جدا في اوروبا. صديقك العزيز ورده، والنهارده رجع باوك. راح باوك وزي ما انت كنت متوقع من فترات ان كنت بتشوف من افضل الانديه ممكن يشتغل فيها باوك يعني. قول لنا التفاصيل. اعتقد هو النهارده كان عمرو كلمني من يومين ثلاثه وسالني قال لي عندي ارس عندي باوك ايه رايك؟ فقلت له عمرو ترجع باوك طبعا، انت عندك هيستوري النهارده بالمناسبه دي وصوله النهارده لباوك لنادي باوك بالظبط، وده دي منطقه ملعب تومبا من الباركينج بتاعه يعني. هو الحقيقه عمرو ادى السنه دي موسم كويس قوي من بدايه الموسم مع نادي فولوس، ده اللي خلى بابلو جارسيا المدير الفني لباوك ان هو يطلب انه يرجع تاني. بالمناسبه نادي باوك كان حاطط شرط في عقد بيع عمرو ورده لفولوس انه الاولويه لباوك لو حب يمشي، لانه كمان دايما عمرو من اللعيبه اللي عليهم العين في الدوري اليوناني، الانديه كلها عاوزاهم، هو بيتالق قوي مع الانديه اللي في الوسط يعني، مع باوك دايما مشاكل مع المدربين. لكن اعتقد انه اتمنى، انا شايف ان دي فرصه اخيره لعمرو ورده. حتى شفت النقاد اليونانيين المتكلمين النهارده على فكره انه ما حصلتش في تاريخ نادي باوك ان في لعيب يروح يمشي مرتين ويرجع، وانه دي فرصه اخيره يعني، انه لازم يثبت بقى ان هو قد مسؤوليته لاعب في فريق كبير وفريق جماهيري وفريق بينافس على بطولات. انا شايف انه اهدر فرصه انه ياخد الدوري مع باوك لما كان موجود، وفضل انه يطلع اعاره وما اخدش الدوري معاهم، اخد الكاس بس. اعتقد انه فرصه قدامه دلوقتي انه يقدم موسم كويس. انا كان عاوز يرجع منتخب مصر، ده اللي قاله لي انه عاوز يرجع منتخب مصر، فاتمنى له التوفيق واتمنى ان هو يكون وصل لمرحله نضوج بقى، لانه عمرو انت ما بقتش صغير. صحيح. سنك حتى مش صغير بيقول دلوقتي. لك ايه في القصه دي يا عمرو؟ هو دايما هو بس عمرو، ودي اتقالت من كل الناس اللي اتعاملوا معاه في الدوري اليوناني، ان هو بيحتاج معامله خاصه شويه نفسيا، انك تديله ثقه شويه في الملعب، وهو واثق في قدراته وامكانياته، عنده امكانيات كويسه. يتوقع بس ان هو يكمل في المسار الاحترافي. صحيح. ما يشغلش باله باي حاجه بره. طيب سريعا جدا، كوكا ماشي كويس في اليونان مع اولمبياكوس، شايف شايف هيكمل معاه؟ طبعا انا شايف انه يمكن اتكلمت مع كوكا اكتر من مره، قلت له انت لايق على اولمبياكوس، لايق على الدوري اليوناني، تكمل هتبقى هداف. هو ماشي كويس، لاعب دوري ابطال اوروبا، سجل في دوري ابطال اوروبا، بيسجل في الدوري اليوناني، عامل بدايه ولا اروع. اتمنى له ان هو يكمل مع اولمبياكوس، انه دايما كل سنه
وارد انه ياخد بطوله كل سنه، وارد انه ياخد دوري، يلعب دوري ابطال اوروبا، وارد انه يلعب يوروبا ليج، يعني الفرص عنده تبقى احسن بكتير، وفي النهايه بيلعب في فريق بطل برضه. صحيح. اخيرا برضه ما ننساش واحد يمكن الناس ناسياه شويه، لعيب محترف وانا شايف انه على مستوى جيد جدا، بيلعب في البوندسليغا في فولسبورغ، بنتكلم على عمر مرموش اللي كان ليه يمكن تجربه هنا في وادي دجله وانتقل ولعب في فولسبورغ وشارك في الدوري الالماني. شايف رؤيتك او مستقبله لانه لسه ولد صغير، النظره امتى لمنتخب مصر وايه اللي ناقصه انه يجي منتخب مصر يا عمر؟ انا شايف مش ناقصه حاجه يجي منتخب مصر، بالعكس لازم يجي ولازم ياخد خبره دوليه. وبالمناسبه لما اتكلمنا عنه هنا قبل مباراتين توجو تواصل معايا الجهاز الفني لمنتخب مصر، كان كرد فعل على الحلقه اللي كنا اتكلمنا فيها، وقالوا لي ان هو ما بالفعل بيتابع عمر مرموش ووارد انه يكون موجود بعد كده. اعتقد انه لازم يجي، لازم ياخد خبرات، لازم يشوف المعسكر والدولي عامل ازاي مع المنتخب الاول. اتمنى كمان مع المنتخب الاولمبي اذا كان له فرصه يبقى له فرصه، لان هو في السن بتاع المنتخب الاولمبي بس كمان. عشان الناس تفهم كمان ان هو بيلعب في مركز، بيلعب في 10 وبيلعب راس حربه وممكن بالزبط. يلعب على يعني ناحيه اليمين والشمال، هو كمان قدراته البدنيه كمان عاليه. صحيح. مش قليله، ولعب يوروبا ليج السنه دي، لعب دوري بوندسليغا مع استئناف الدوري السنه في نهايه الموسم اللي فات، وماشي كويس مع فولسبورغ. اعتقد ناقصه بس يسجل هدف هيبتدي ياخد ثقه اكتر. صحيح. واعتقد ان هو وارد جدا احنا نشوفه في المنتخب طالما الجهاز الفني بيتابعه. اعتقد ان هو له مستقبل كبير، مفيش لعيب بيلعب بوندسليغا في السن ده ويوصل. صحيح. انه يلعب فريق اول. الا وانه حتى لو هياخد خطوه كمان بعد كده هتبقى لو راح دوري هولندي، لو راح دوري اقل ورجع تاني على بوندسليغا، او راح دوري اسباني دوري فرنسي، هو خلاص خد خبره وخد يعني حساسيه اللعب في المستوى الاحترافي والنظام والانضباط. الانضباط كمان يفرق كتير قوي يا كابتن هاني. اللعيب اللي بياخد المسار ده من بدري تفرق معاه، بيوصل بعد كده انه حتى لما تجيله فرصه افضل بيعرف يستغلها. طيب بمناسبه عمر مرموش، لان فعلا في ناس كتيره جدا يمكن ما تسمعش عنه ولا اسمه، وعلي غزال كمان النهارده رجع للدوري المصري بيلعب في سموحه. هو في محترفين تانيين احنا ما نسمعش عنهم او الاعلام ما اتكلمش عنهم يا عمر؟ لا في كتير، يعني لو اتكلمنا في بلال المظهر عبد الرحمن في بنسلايكوس اليوناني تحت 19 سنه هداف فرقته وماشي كويس، كان جه منتخب مصر الشباب، لكن للاسف هو مواليد 2003 يعني هو برده لسه صغير، بس بيلعب على فرقه 19 سنه، وده لانه هو فعلا لعيب مميز. اعتقد فيه كمان حسن شلبي في رويال شارلوروا في الدوري البلجيكي، ده برده ولد موهوب جدا لسه عنده اعتقد 16 سنه. بس بعض الناس عمر بتقول لك الاسماء دي بيلعبوا في الاكاديميات، يعني لسه ما وصلوش لمرحله ان هم يمثلوا مصر على مستوى كبير جدا. وعايز اقول للناس ديت لا، احنا لازم نتابع الناس دي من بدري، علشان الناس ديت احنا بنشوفها من بدري يبقى فرص كمان انضمامهم لمنتخب مصر اكبر. احنا لما بنروح لناس ويقول لك تعالى منتخب مصر بيكون زي لاعب اللي راح منتخب المغرب، اللي راح منتخب ايطاليا. هي دي النقطه اللي حضرتك، لازم الناس تعرف ده من بدري يا كابتن هاني. منتخب المغرب جه فتره من 3 سنين تعاقد مع مدرب كان اشتغل هنا في مصر، ماركو فوتا، وراح تعاقده معاه لمنتخبات الشباب والناشئين ثم المنتخب الاولمبي. الراجل ده كان دوره كمان مع الجهاز الفني المنتخب الاول انه بيتابع اللعيبه اللي من اصول مغربيه في هولندا عنده في بلده ويجيبوهم علشان يبقوا موجودين من بدري مع منتخبات طبعًا. المغرب طبعًا. ما بيبصوش هو بيلعب في اكاديمي ولا بيلعب فيرست تيم ولا بيعمل ايه، وبيبص انه في لعيب بروميسنج موجود في اوروبا فانا استفيد بيه. واعتقد انه ما كانش شيء يعني ايجابي ابدا للكره المصريه ان لعيب مصري يختار انه يروح يلعب منتخب المغرب. وده حصل الفتره اللي فاتت. اتمنى ان ده بقى ما يتكررش. قبليها ستيفان شعراوي كمان، قبليها كمان ستيفان شعراوي، بس ستيفان شعراوي كان مختلف، كان نور بقى، كان خلاص كان ظهر في الدوري الايطالي يا كابتن هاني برضه ولعب منتخب ايطاليا، وفي نفس الوقت هو ما اعتقدش انه كان هيمشي قوي مع منتخب مصر يعني. برضه كمان كان برضه في الوقت ده، عارف يا كابتن هاني الجيل لما كان جيل قوي جدا كمان اللي كان موجود وكان لسه بيعتزل بقى الجيل ده. ايوه، ما اتكلمتش على المنتخب الاول، كنت انا رايح له كمان على منتخب الاولمبي يعني، بس كان كمان ساعتها كمان هو بيلعب منتخب ايطاليا تحت 18 سنه وكان سنه لسه 17 سنه، كان بيتكلموا في الجنوة وكان بيتكلموا على الميلان كمان، هو انتقل للميلان وبعدها راح ميلان. فكنا يعني كنا توليد برده شويه في الموضوع ده يعني. لكن اعتقد ان المستقبل بقى احنا لابد نتعلم من كل الحاجات دي، ده اللي يعني كذا تجربه حصلت
فاحنا المفروض لا ما ينفعش. يعني برضو بلال مظهر كان حضرتك عرضت مع سهام في برنامج البيت الكبير لما دخل كابتن ربيع وقال لا انا هجيبه وهديله فرصه، الولد فعلا كان رايح منتخب فرنسا في الوقت ده، فاعتقد انه يكون موجود في مصر مصر اولى، مصر اولى بكل موهبه مصريه. كان بيتمنى بالظبط. لا هو برضه يعني والده لعب منتخب مصر فاكيد ما يتمناش ابدا يعني. هو كمان يعني لعب مع كابتن هاني رمزي ممكن ماتشين ثلاثه كده، يعني ما اعتقدش انه يفكر ابدا انه يودي ابنه منتخب تاني. اتمنى الفتره الجايه انه في المستقبل في 2021 نشوف مواهب مصريه كتير موجوده، وهنشوف ايه اللي بينتظر يعني الحقيقه المحترفين من انجازات ان شاء الله في 2021. كتير ان شاء الله. ان شاء الله كل سنة وانت طيب. هنشوفك السنة الجاية ان شاء الله. نتقابل السنة الجاية ان شاء الله. نورتنا دايما. نورتنا. شاهدينا دي كانت يعني حالة استثنائية طبعا بمناسبة فوز النهاردة يعني رجال كرة السلة على فريق الاتحاد. بنقول لهم مرة تانية ألف ألف مبروك، بنقول لفريق النادي الأهلي ألف مبروك على رباعية الأمس، وكل التوفيق إن شاء الله في اللي جاي. المشوار أكيد أصعب. سريعا جدا نروح لأحمد أسامة ومحمد فارس عشان فقرة خط أحمر البيت الكبير. أهلا بيكم. أهلا بيك يا سهام. أهلا بكابتن هاني وأهلا بعمر في ليلة استثنائية زي ما قلتي، طليق بقدر النادي الأهلي اللي لا يتوقف عن إسعاد جمهوره بالبطولات. يمكن شعار النادي الأهلي ينقصه بس علامة إلى ما لا نهاية، بطولات لا تنتهي ولا تتوقف في النادي الأهلي، وفعلا كل يوم بطولة وكل يوم طموح جديد وكل يوم حلم يليق بجمهور النادي الأهلي. أهلا بيك كابتن هاني، وأهلا بيك سهام، وأهلا بيك طبعا عمر. سهام كانت مشجعة درجة ثالثة في آخر ثلاث دقائق لدرجة ما كناش بنشوف الباسكت داخل ولا من كتر حماس. أنا في التشجيع ما أقولكش تمام. التشجيع ما بجد يعني لا كلنا على أعصابي، ببقى على أعصابي غصب عني. أنا كنت بتفرج كمان على رجال السلة عملوها، قاعد يصورني يقول لي إحنا فاتحين لايف. موضوع السلة كمان أنت عارف النتيجة بتتغير في جزء من الثانية، وكنا فعلا كلنا يعني كنا بنتفرج وكنا على أعصابنا، ولكن زي ما قلت هو ده النادي الاهلي والبلاس 90 دي الظاهر انها مش في الكوره بس، دي موجوده في كل الالعاب. فبنقول مبروك تاني لفريق كره السله، وطبعا بنرحب بيكم وتبقى ان شاء الله يعني فقره مميزه. بنشكركم وطبعا الميكروفون مع حضراتكم وان شاء الله تكون حلقه مميزه. اولا طبعا شكرا كابتن هاني، وكل سنه وحضرتك طيب، وكل طيب. سنه وكل المصريين طيبين، وان شاء الله فعلا نلتقي السنه الجايه. والحمد لله سنه 2020 يعني ادتنا وشها للنادي الأهلي وأسعدتنا بعد المواقف الكتير اللي مرينا بها كشعب مصري. طبعا نشوفكم بعد الفاصل وحلقة استثنائية من الأهلي خط أحمر. اوعى تروح في أي حته.